في عندي طريقه تانية في البالس ويف دوبلر للبروسيسنج بتاعها، حاجه اسمها تايم دومين بالس ويف دوبلر. اوكي، الفكره فيه كالاتي، فكره بسيطه الحقيقه، ان انا دلوقتي مش بروح للدوبلر، مش بقيس الدوبلر فريكوانسي، لا ده انا هقيس حاجه تانية، هقيس الفرق في الوقت. ازاي هقيس الفرق في الوقت؟ ان انا دلوقتي هاكواير، لو انا فرضا عندي النقطه دي هي السكاتر اللي انا بتابعه، اوكي، فدلوقتي لو انا بعت له ويف، لو انا بعت له ترانسميشن يعني، هيرجع لي الريسيفد ايكو بتاعه هيرجع بعد وقت تي 1. لو انا استنيت بعت سكند بالس، اوكي، السكند بالس دي كان عندها الحاجه اللي انا كنت ببص عليها دي اتحركت شويه، ده كان المكان الاصلي بتاعها، اتحركت بقى في مكان تاني، هترجع لي بعد وقت تي 2. اوكي، فدلوقتي انا ممكن اربط الدلتا دي ديت اللي هي الفرق الديبث بتاع السكاترر بتاعي دوت بفرق الوقت اللي انا قسته. يعني انا عرفت هنا الايكو ده راجع امتى والايكو ده راجع امتى، فمن فرق الوقت ده اقدر اقيس فرق المسافه دي بتساوي كام. فرق المسافه احنا ممكن نلاقيها ان هي بتساوي سي في تي 2 ماينس تي 1 على 2. اوكي، ده الدي ام بتاعي. اوكي، الفرق بقى اللي هو تي 2 ناقص تي 1 دوت اللي هو عباره عن ايه؟ عباره عن فرق الوقت اللي هو بارسيبيتيشن انترفال بتاعي، اللي انا الفرق بين الوقت اللي انا خدت فيه الايكو الاولاني والايكو الثاني. اوكي، والجزء اللي هو البارسيبيتيشن انترفال اللي هو 1 على بي ار اف، اللي هو يعني لو انا حبيت احسب انا الريت بتاعي هنا كام، هو عباره عن 1 على المسافه الزمنيه بين الاثنين دول وبعض. يعني انا مثلا هنا لو انا بتكلم مثلا ان انا بعت عند تايم بتساوي 0 ورجع لي عند وقت بيساوي 100 مايكرو سكند، اوكي، بعد كده بعت تاني عند 100 مايكرو سكند رجع لي عند 105 مايكرو سكند. اوكي، تي 2 ناقص تي 1، سوري، بعت تاني عند 100 مايكرو سكند رجع لي عند 205، عشان انا هنا بتكلم على الوقت كله من زيرو، يعني زيرو هنا اول لما بعت هنا رجع لي هنا عند 100، بعت هنا عند 100، اوكي، واستقبلت عند 205 عشان المسافه الزمنيه بين هنا وهنا 205. فمعنى كده 205 ناقص 100 هتديني 105، اللي هو الفرق اللي هو في الايه، الفرق في الوقت بين الاثنين دول، هو بارسيبيتيشن انترفال بتاعي، اوكي، اللي هي الفرق فين بين الاثنين دول وبعض. وبعدين البارسيبيتيشن فريكوانسي هي 1 على البارسيبيتيشن انترفال. لو انا عايز احسب الفيلوسيتي بتاعتي بقى، انا عندي دلوقتي الفرق في الزمن بين الاثنين دول، يعني ده خد 100 ده خد 105، اوكي، يبقى معنى كده ان انا هنا الفرق بين الاثنين دول وبعض 5 مايكرو سكند. 5 مايكرو سكند دي اللي هي البارسيبيتيشن انترفال بتاعتي، اوكي، والدي ام بتاعتي اللي هي اللي انا يعني الفرق في الديبث اللي هو اللي انا قيسته دوت، وده ممكن اقيسه من الايكو اللي راجع دوت، اوكي، ممكن اجيب منهم هما الاثنين الفي بتاعتي بتساوي كام. انا عارف ان هو اتحرك مسافه كذا في وقت كذا، فيبقى الفيلوسيتي بتاعته هي بتساوي كذا. اوكي، ده بنسميه الكورليشن تكنيك، لان انا باخد التو سيجنالز اللي جايين دول بعمل بينهم كورليشن، بحسب الفرق اللي في الوقت بينهم وبحسب المسافه اللي بينهم ومنها بحسب الفيلوسيتي بتاعتي بتساوي كام. خلينا ناخد مثال كده عشان نتخيل الجزء بتاع الباس ويف دوبلر بروسيسنج. هكونسيدر دوبلر ايمجنج اوف فيسل الدبث دي بتساوي 10 سنتي. هديرايف الماكسيمم ديتكتبل فيلوسيتي اف ذا ترانسميتد سيجنال فريكوانسي واز 5 ميجا هرتز اند دوبلر انجل واز 45 ديجريز. انا كل المفروض اعمله في المساله دي ان انا احسب البالس ريبيتيشن انترفال بتاعتي بتساوي كام، من احسب البالس ريبيتيشن فريكوانسي بتساوي كام، وهي دي تبقى السامبلنج فريكوانسي زي ما اتفقنا في الجزء بتاع البالس ويف دوبلر بروسيسنج. اوكي، فاحنا دلوقتي احنا بنتكلم على الدبث 10 سنتي. الدبث 10 سنتي اتفقنا ان كل سنتي بيحتاج 13 مايكرو سكند عشان يروح ويرجع، يبقى معنى كده البالس ريبيتيشن انترفال بتاعتي اللي هي بتساوي توايس دي على سي لو احنا فاكرين، اوكي، بتساوي 13 مايكرو سكند في 10 سنتي، اوكي، هتساوي 130 مايكرو سكند. طب السامبلنج فريكوانسي بتاعتنا هتساوي كام بقى؟ هتبقى عباره عن 1 على البالس ريبيتيشن انترفال بتاعتنا اللي هي دي، يعني عباره عن 1 على ال 130 مايكرو سكند اللي تطلع لنا 7692 سامبل بير سكند. اوكي، دي بتساوي باي ديفينيشن توايس اف دوبلر ماكسيمم. اوكي، يبقى نحسب منها على طول، يعني ناخد دي بقى الاف دي ماكسيمم بتساوي كام، ونعوض في الايكويشن بتاعتنا بتاعت اللي هي الدوبلر شيفت ايكويشن، ال في بتساوي سي اف دي على توايس اف تي كوزاين ثيتا. عندنا الاف تي موجوده 5 ميجا هرتز، عندنا كوزاين ثيتا موجوده كوزاين 45 درجه، الاف دي ماكسيمم بتاعتنا نحطها بقى اللي هي عباره عن الرقم ده على 2، اوكي،
ومنها نقدر نحسب بقى على طول الماكسيمم فيلوسيتي بتاعتنا بتساوي الرقم ده، نساوي اللي هي الحسبه دي كده بالظبط. اوكي، المساله دي مشهوره جدا جدا جدا، والحقيقه لازم نبقى فاهمينها كويس قوي علشان نعرف امتى هيحصل لنا اليسنج. يعني ممكن مثلا في كونديشن زي كده، ممكن مثلا احنا نتسال سؤال، يعني واحنا مثلا بنشتغل ان احنا لو احنا بنقيس ماكسيمم فيلوسيتي مثلا اوف مثلا ساي مثلا سي 10 متر بير سكند مثلا، اوكي مثلا يعني، او مثلا بلاش 10 متر، بكام مثلا 2 متر بير سكند، كويس. هل هتبقى اليست في الدوبلر ولا لا؟ اوكي، بمعلوميه بقى الفريكوانسي بتاعه الترانسميشن والانجل بتاعتنا اللي احنا ممكن نشوفها من الصوره والدبث اللي احنا بنبص عليه، نقدر على طول نعرف اذا كان فعلا هتبقى اليست ولا مش هتبقى اليست. دي مهمه جدا عشان نقدر انتربريت النتيجه بتاعه الدوبلر، لان هو اللي بيحصل في الدوبلر ان هو بياخد الفريكوانسي اللي هو بيطلعها دي، لو حتى لو كانت اليست ويعرضها زي ما هي. فلازم اكون عارف ان انا اقدر ان انا ابص على الحاجه اللي طالعه لي دي واقدر استنتج اذا كانت هي جايه لي فعلا بالقيمه المظبوطه بتاعتها ولا علشان هي اليست يعني جت بالشكل اللي هي عليه دوت. اوكي، فاللي بيحصل هنا ان احنا تاني بنعمل حساب للجزء بتاع البالس ريبيتيشن انترفال بتاعتنا بتساوي كام، يعني الوقت اللي احنا محتاجينه عشان نوصل للجيت بتاعتنا ونرجع تاني بيساوي كام، واحد عليها بيدينا البالس ريبيتيشن فريكوانسي اللي هي عباره عن سامبلنج فريكوانسي من النايكوست. اعلى فريكوانسي موجوده عندي في السيجنال بتاعتي المفروض انها تكون نص السامبلنج فريكوانسي. اوكي، يبقى معنى كده اقدر احسب الاف دي ماكسيمم بتساوي كام، وارجع بقى اعوض في الجزء بتاع الايه دوبلر شيفت ايكويشن عشان احسب منها الفي ماكسيمم اللي مقابل للاف دي ماكسيمم دي بتساوي كام.